صباح الناصر مرة ثانية على حضراتكم. خلينا نقول ان الفقرة دي زي ما نوهنا كده معانا واحد من اهم وابرز نجوم الاهلي ده خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، وهو لمع وتألق بصراحة يعني مع جيل وقتها جيل العظماء وحقق العديد من الالقاب كمان المحلية. خلينا نرحب بكابتن شريف عبد المنعم. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير على حضرتك. منور الدنيا والف مبروك، وطبعا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. عندنا اكتر من ملف نتكلم فيه، سواء رياضة وكرة قدم او فن وتمثيل، بس تعالى واحنا في نشوة الفرحة بتاعت الانتصار، اكيد حضرتك عندك ألبوم ذكريات مليان لحظات تتويج مع النادي الاهلي ببطولات ودروع والنوع ده من الامور، فايه ابرز اللحظات دي؟ ابرز اللحظات، صباح الخير عليك. صباح النور. وعارفين حضرتك جاي من سفر صح كده؟ الحمد لله. لا لابس ولا متشاك زي لا الحمد لله على فندم حضرتك. جميل قوي ان انا اكون معاكم النهارده وفي بطولة صح، يعني ده شكل مفرح، وان شاء الله انا مع بعض تاني في بطوله افريقيا باذن الله، اللي كلنا بنتمناها الحقيقه ومصممين باذن الله عليها باذن الله، وبندعي ربنا ان هي تكون من نصيبنا السنه دي. تالت حاجه اللي انا عايز اقولها لكم، برافو، يعني عاملين حاله، بقيتوا لما بنصحاش بدري ونتفرج عليكم في حاجه فاتتنا، يعني شهاده نعتز بيها بجد يا كابتن. بنشوف بقى الاعاده والحاجات دي بقى، فمبروك عليكم، البرنامج بتاعكم جميل، وبقينا الحقيقه في كيان كبير قوي زي ما هو طول عمر المؤسسه دي كيان كبير. فالذكريات بقى بتاعت البطولات انا بتفرج عليكم قبل ما اخش، يعني حسستوني فعلا ان انا لسه بلعب وبحتفل معاكم بالبطوله، و حاله طبعا احنا تعودنا عليها كل سنه الحقيقه، او جماهير النادي الاهلي خاصه، ان هي بتحس ان دي البطوله بتاعتهم، ما حدش يقدر يهاوب ناحيتها، يوم ما يحصل ميسنج او يحصل اي حاجه بسيطه كده تبقى يعني مش مقصوده يعني. ف احنا ايام ما كنا بنلعب عندنا احساس يا كريم انا هوند ان البطوله دي من اول ماتش هنلعبه، البطوله دي ما انا مش شايف منافس، يعني منافس قوي جدا والانديه كلها قويه جدا وما فيش، بس انا زي ما قال لنا كابتن صالح سليم الله يرحمه، انتوا عايزينها ولا مش عايزينها؟ انتوا عايزين تاخدوا البطوله هتاخدوها، مش عايزينها اي حد ياخدها. الفتره دي بالتحديد كل الفرق اقوى من بعض. نفس المفهوم ونفس المبدا اللي هو كان بيتكلم بيه، ونحن صغيرين في السن، يمكن انا اتزرعت في وسط زي ما انت قلتي جيل من العظماء بجد، يعني وكنت اصغر منهم بكتير يعني، فكنت حظي ان انا العب في النادي دي واخد خبرتهم، يعني من اول حسن حمدي لغايه كابتن محمود الخطيب خدت بالك. بتبقى عندك انتماء اللي احنا بندور عليه من دول، وعندك شعور بالمسؤوليه، بنفس مسؤوليه الكابتن بتاعك، بنفس مسؤوليه ان انا من حظي ان انا بطلع من الناشئين بتاعه النادي الاهلي، بنفس اللي اتعودت عليه اللي هو المكسب 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 المكسب، بتاعه الجماهير في ودنك ما تقدرش تسمع غيرها، الحزن والبكا والتعثر والحاجات دي تعدي عليك في السنه مره اثنين ثلاثه، ده بكتيرك صح، يعني صح. دي اراده ربنا يعني. فالذكريات طبعا كتيره قوي، ذكريات كؤوس، ذكريات دوري ولو كنا بناخده عادي جدا، ذكريات افريقيا اللي هي بقت الله، طب ما احنا كل ما بنحط بطوله في الدرج فين اللي بعدها، فين احنا على حظنا ما كانش عندنا السوبر افريكا، السوبر المصري، السوبر بطوله الانديه، بطوله كاس عالم للانديه، التطلعات دي والايام مانويل جوزيه بقى لما جه بالجيل العظيم اللي كان معاه برضو، حصلت الطفره الكبيره قوي في حظ البطولات وحظ كل حاجه. امبارح انا كنت قاعد مع كابتن حسام بدري بيقول لي يا شريف تفتكر انا خدت كام بطوله؟ قلت له 34، انا بقول مجازا يعني. قال لي انا وانا لعيب وانا مساعد مدرب وانا مدرب خدت 36 بطوله. فده شخص من النادي الاهلي بالك. يجي سيد عبد الحفيظ 34 بطوله، فاهم قصدي؟ يجي حسام عاشور مثلا حاجه و30 بطوله، يعني تلاقي فيه فخر وزهو، خدت بالك؟ حتى بالاجيال اللي كانت موجوده كلها. يجي بقى ناس يشتغلوا في الشكل الاداري والشكل المسؤوليه وشكل اللجان وشكل مؤسسه كبيره جدا، مهما هقول لك من ذكريات ومهما هقول لك على حاجه، ما فيش غير بيننا كل حب والله يا كريم.
كلام جميل جدا، ولسه احنا هنخش في تفاصيل اكتر كابتن شريف، بس خليني كده ابدا مع حضرتك. ويعني احنا بنتكلم ان هو موسم صعب، لان احنا كنا يعني كل العالم بيمر بمشكله كبيره يعني، وهو فيروس كوفيد 19، ويمكن ده اثر على كل الرياضات في كل العالم وكمان قطاعات مختلفه. ولكن برضو احنا بنتكلم ان الاداء بتاعنا ربما كان اللعيبه محافظين عليه. الناس كتير كانت بتتكلم هل يعني فايلر كان لديه الخطط الامثل ام لا، بعض كان بيحزن لبعض الخساره اللي هي يعني القليله اللي حضرتك ذكرتها، ولكن هو كان ليه رد فعل، وهو اعتقد برضو كان معاه حق في النقطه دي، ان ما فيش فريق بيكسب على طول، واحنا تقريبا يعني بنسبه 99% بنكسب ماتشاتنا. فتقييم حضرتك برضو للاداء بعد التوقف والفتره الصعبه اللي احنا مرينا بيها. والله كلام حضرتك مظبوط 100%. تقييمي انا ما يزيدش عن تقييم اللي انت قلتيه دلوقتي، ان الكوفيد اثرت على العالم كله. يعني احنا ولوكينج للعالم اوت، يعني بعيد عننا احنا، برشلونه مثلا يا كريم، حاجه في احسن من كده فرق واحسن من كده لعيبه اتغيروا تماما بعد الكورونا، رجعوا فرقه ثانيه، خسروا الدوري وخسروا كل البطولات المتاحه. وشوف بقى البادجت قد ايه اللي موجود في برشلونه. يعني الفاينل كان بايرن ميونخ مثلا وباريس سان جيرمان، يعني باريس سان جيرمان كان بعيد شويه يعني. تيجي تشوف ترشيحاته يقول لك 1-15 عشان يوصل الفرق الكبيره اللي هي كانت مرشحه زي ريال مدريد زي ده، كله تاثر في عمليه توفيق وعدم توفيق بتبقى في المباريات اللي هي ال 4% اللي حضرتك اتكلمت فيها دي. شغل الهواه وشغل المحترفين في سرد الاحداث وسرد الرؤيه في السوشيال ميديا، لما تيجي تكلمي فايلر وتقول له هو انت ما لعبتش فلان ليه؟ هو يعني يعني بيسالوا اسئله، الراجل بيبقى قاعد عامل كده، هو ده شغلك ده شغل انا يعني، ما تيجي تقعد مكاني طيب وتدور الدنيا انت. فالحكايه بتبقى في شغل احترافي شويه وعندك اولويات. لما تبقى فارق 20 و22 نقطه عن المنافس بتاعك بتجي لك حاله من الارتياحيه شويه، بس كمان انت عدى عليك 3 سنين يا نهوان مستشفى النادي الاهلي، ما فيش قادر تخرج من الاصابات الرهيبه. صحيح. اللي بيخش عليك نص ملعب بيقولوا عليه احسن نص ملعب في العالم، ده انت عندك 10 في نص الملعب تعمل فيهم ايه؟ تلاقي تاني يوم 3 مش لاقيهم. صحيح. صح. اصابات وغيابات كانت فعلا بشكل كبير، وده من 3 سنين. النادي الاهلي بيحارب، النادي الاهلي ماشي على بنيانه القوي المرصوص اللي هو متعلم. بمن حضر قعدنا نقولها كتير، قعدنا خد السنه اللي فاتت دوري غير عادي من اجمل الدوريات اللي احنا خدناها في حياتنا بنفس الظروف اللي انت حضرتك اتفضلت قلت عليها مريت فيها، فاداك باور اكتر، خلاك رحت جبت مدرب من سويسرا. العالم كله اول ما جه فاكر ايه ده مين ده؟ الراجل ما خسرش ولا ماتش. جايبينه بناء على ايه؟ وبتاع مين؟ وفين السي في؟ كلمه السي في دي اللي هي ايه؟ بتطلع من تحت السلالم دلوقتي. اللي هو اصلا ما يعرفش يعني ايه سي في. هو الوضع دلوقتي اتغير عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها، يعني حضرتك تألقت مع النادي الاهلي في المرحله الزمنيه اللي اتقال عليها زمن الكوره الجميل، كان كل اللي حوالين من حضرتك في الملعب كلهم لعيبه محترفين، حتى في الفرق المنافسه الفرق كانت كلها في اقوى حالاتها الحقيقه في المرحله الزمنيه دي. هل حصل اختلاف في نوعيه اللعيبه من الفتره اللي بتكلم حضرتك عنها للفتره الحاليه؟ هل المستجدات اللي انتم ما حضرتوهاش زي السوشيال ميديا بوقعها القوي بانعكاساتها على اللعيبه وعلى الحاله الرياضيه بشكل عام، الزمن اختلف واللعيبه كمان اتغيروا ولا اللعيبه ثابته ولا ايه؟ بص الزمن اختلف فعلا، امكانيات اختلفت، الملاعب اختلفت، الادوات اللي احنا كنا بنلعب بيها اختلفت، التدعيم السبونسرز الحاجات دي كلها، بس الفرق بقى في الملعب، دايما اللاعب هو اللي بيحدد الشكل. فلما يبقى في عندك جروب بينقل كوره وعنده 2 فرود واسلوب 3-5-2 مع مدرب حفظ اللعيبه دي مع نوعيه لعيبه بتاعت جوزيه انا بكلمك عليها، فبقى عندهم ميكانيزم ازاي بيعوضوا بعض، لو النهارده ده مش ماشي كويس لا تلاقي 2-3 جنبه كويسين فبيشيلوا. احنا على ايامنا كان عندنا حاجه اسمها سوبر رانر، السرعه الفائقه داخل الملعب، كابتن مصطفى عبده وانا ناحيه الشمال خدت بالك، ومختار يتوسطهم مين بقى؟ حاجه خبره موهبه صفوت عبد الحليم، فني غير عادي كويس، طاهر الشيخ نمره 10 ده جنب محمود الخطيب تحت محمود الخطيب اللي هو نمره 10 الاصلي، 2 فوتبولرز عظماء بيترجموا ايه بقى؟
بيركبوا التالنت اللي هو موجود عندهم للسرعات اللي موجوده عندنا ومصطفى في الملعب. فكانت نقله الكوره من نص الملعب للفرود اسرع من الخيال. كنا في شكل ده الفرق بيننا وبين المجموعه اللي هي كانت بتاعه حسن شحاته 2006 2008 2010 اللي هي قبل كده، اللي هم النادي الاهلي حضرهم للمنتخبات من 98 لغايه 2010، والنادي الاهلي هو المفرغ. النادي الاهلي هتلاقي كل لدرجه ان بركات ما كانش بيلعب 2008 في البطوله. يعني هتلاقي حاجات كتير قوي 2010 متهيألي، هتلاقي حاجات موجوده في اللعيبه كلها بتعوض بعض. احنا كان عندنا يوم ما هيقع لعيب من السرعه دي هتروح عامل سويتش، شريف تعالى وينج رايت، عباس تعالى خش جنب كابتن محمود الخطيب، كابتن زيزو فين؟ لا مش موجود، خدت بالك؟ مختار ممكن يبقى هو البدايه ونعمل حاله تعويضيه، تجيب مجدي عبد الغني وتحط قدامه اثنين، جيب شطه مثلا وتحط قدامه اثنين، محسن صالح وصفوت عبد الحليم، طاهر الشيخ ممكن يعوض حاجه. فكان عندك حاله فنيه كبيره قوي من الديفندرز طبعا ونص الملعب وسرعات فائقه قوي وترجمه للاهداف. ده الفرق بيننا وبينهم. حتى مره في حد قال لي وانتوا ايام ما كنتوا بتلعبوا الافارقه دول يعني احنا دلوقتي احنا اللي مش عارف. انت دلوقتي الدنيا كلها بقت بتقدر تشوفك، احنا زمان كنا ابيض واسود ولما بقينا الوان حصلت زغاريت وشربات. ففي فرق كبير قوي كريم كان بيننا وبينهم. انا كنت باخد 40 جنيه في الماتش وسعيد. وقتها ده كان رقم عظيم يعني. كمل انت بقى. طيب احنا كابتن شريف تسمح لنا بس هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل ونرجع نكمل.